اليوم نريد أن نتحدث معا ونقول بأني أنا غصن مثمر في المسيح يسوع. أنا غصن مثمر. ويقول الرب يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 والعدد 5: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. شجرة الكرمة هي شجرة التي تعطي العنب. توجد منها أنواع كثيرة، فمنها الكرمة الشائعة التي تنتشر في أوروبا ومنطقة حوض البحر المتوسط، وتعتبر الكرمة من أقدم النباتات التي زرعت في الأرض. ويقال أن منطقة بحر قزوين هي المنشأ الأصلي لهذه الشجرة، وأن الفينيقيين هم الذين أتوا بها إلى بلدان البحر المتوسط، وخصوصا جزر اليونان وصقلية وإيطاليا ومصر ومرسيليا وسوريا والأردن ولبنان، ومنها انتشرت إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم. وتحدث الأطباء وعلماء النبات القدماء عن الكرمة وفوائدها الجمة، فوائدها الكثيرة. ومما قالوا عنها أنه إذا دقت أوراقها، إذا دقت أوراق هذه النبتة وعلائقها وعروشها وتم تضميد مكان الصداع، فإنها تسكن، كما تفيد في التهاب البلعوم والأورام الحارة. وأما عصارة قضبانها فتنفع شرابا لتسكين التقيؤ، إذا كان إنسان يتقيأ يراجع، وإذا كان عنده مغص في البطن. وتفيد عصارة أوراق الكرمة في شفاء قروح الأمعاء، إن كان هناك قرحة في المعدة والأمعاء فعصارة أوراق الكرمة تشفي هذا المرض، كما أنها تشفي نفث الدم والتقيؤ ووجع المعدة. وإذا شربت دمعة شجرة الكرمة التي تخرج من القضبان كالصمغ، فإنها تساعد في إزالة الحصى. أما إذا تم دهن الجرب المتقرح وغيره من آفات الجلد فهو يفيد في البرع من هذه الأمراض. وفي الطب الحديث يوصف ماء الكرمة والمسمى بدمعة الكرمة الذي ينساب منها في الربيع على علاج الرمال البولية وحصيات المرارة والمثانة، ويتم تحقيق ذلك بشرب ملعقة صغيرة منه في صباح كل يوم، كما يفيد وضع كمادات من ماء الكرمة في الشفاء من الجروح، وإذا قطر منه في العين فهو ينفع في شفاء الرمد ونسميه بالرمد الربيعي. أما إذا تم غلي ورق العنب في لتر من الماء فإن شربه يساهم في علاج الزحار وفي إدرار البول. وغني عن التعريف أنه تصنع من ورق العنب أكلات لذيذة كما نأكلها في الشرق الأوسط. وأكثر الفوائد في الكرمة هي ثمارها وهو العنب، فهي غنية بالسكاكر السريعة الامتصاص التي تمد الجسم بالطاقة الفورية التي يحتاجها للقيام بأعماله. وعندما أتذكر العنب أتذكر ابنتي جيسي، فهي دائما عندما أذهب للتسوق تريد أن أحضر لها العنب، وعندما أعود بلا عنب تكون مشكلة كبيرة. وفي ثمار الكرمة حقيقة طائفة واسعة
كمية واسعة من الفيتامينات، خصوصا الفيتامين بي الذي يلعب دورا قويا وكبيرا في تقوية الشعيرات الدموية الدقيقة، كما توجد فيه نسبة لا يستهان بها من المعادن، خصوصا معدن البوتاسيوم الواقي من ارتفاع ضغط الدم، ومعدن الكالسيوم أيضا القوي والمقوي للعظام، ومعدن الحديد الذي هو أساسي لصنع كريات الدم، ومعدن السيلينيوم المضاد للشيخوخة. فللعنب فوائد كثيرة، وتحتوي الثمار على كمية جيدة من الألياف المفيدة في محاربة الإمساك وفي التخلص من المواد والمخلفات الضارة في الجسم. أما قشور ثمار الكرمة وبذورها ففيها مركبات مهمة مضادة للأكسدة التي تتمتع بقدرة عالية على قتل ميكروبات الفم المتورطة في عملية تسوس الأسنان، وتعتبر هذه مركبات مهمة جدا على صعيد مقاومة الشوارد الكيميائية الحرة الضالعة في إثارة أمراض خطيرة كالسرطان. فللعنب والكرمة فوائد كثيرة، ولهذا يقول الرب يسوع عن نفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. ولاحظتم أن الأغصان لها فوائد جمة في علاج كثير من الأمراض. للأغصان وللكرمة فوائد كثيرة حتى في الغذاء، حتى في محاربة أمراض خطيرة في هذا العالم. وعندما قال الرب يسوع بأنه يريد منا أن نكون أغصان مثمرة، يريد منا أن نكون علاج لأمراض كثيرة موجودة في هذا المجتمع. الله يريد من كل واحد منا أحبائي أن نكون علاج لمشاكل كثيرة موجودة في المجتمع الذي نعيش فيه. الله يطلب منا لأن نكون بلسم لعلاج جراحات كثيرة تأتي على حياة الناس، لبل موجودة في حياتنا. الرب يسوع هو الكرمة الذي أتى ليشفي كل ضعف ويعطينا القوة على سرطان الخطية الذي يتفشى في حياتنا. جاء يسوع لكي يشفي جروحنا، يشفي أمراضنا، يمنحنا شفاء وقوة فيه وحده. ودعوني أقول بأن الكرمة هي رمز للتواضع. فإذا ما نظرت للكرمة فالكرمة دائما تنمو قريبة من الأرض، صحيح؟ عندها يحاول المزارع أن يرفع جذع الكرمة عاليا ويبني معرش ما نسميه، ولكن الكرمة دائما متواضعة. وهذا حقيقة يعلمنا عن ما قاله الكتاب المقدس عن الرب يسوع. فيقول الرسول بولس في رسالة إلى أهل فيليبي الإصحاح الثاني: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. لقد جاء يسوع متواضعا على أرضنا، تنازل من سمائه لكي ما يأتي إلى أرضنا، يأتي إلى حياتنا
لكي ما يعطينا شفاء، يعطينا رحمة، يعطينا النعمة نحن في كثير من الأحيان لا نستحقها. جاء يسوع بالسلام إلى هذا العالم، إلى عالم مضطرب بحروب وأخبار حروب، إلى عالم مليء بالكوارث والمشاكل. جاء يسوع ليعطينا سلام في عالم لا يعرف الرحمة. جاء يسوع ليعطيك ويعطيك ويعطيني سلاما نحن لا نستحقه. جاء يسوع متواضعا، تاركا ترانيم السماء، تاركا كل مجد السماء، متواضعا، وأتى بطبيعة بشرية لكي يعطيك ويعطيني مجد وكرامة. لقد جاء إلى أرضنا وتعامل بالمعاملة التي نحن نستحقها لكي نعامل نحن بالمعاملة التي هو يستحقه. جاء يسوع متواضعا وأراد منا نحن أن نتعلم منه التواضع. لهذا قال الرب يسوع: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، تعلموا مني لأني وديع القلب شك ومتواضع. يسوع يريد أن نتعلم منه التواضع. الرب يسوع يريد من كل واحد منا أن يكون متواضع كما أن سيده وإلهه كان متواضعا. فهل نحن حقيقة نسير على خطى الرب؟ هل نحن حقيقة متواضعين في حياتنا؟ هل نحن معروفين في حياتنا اليومية بأننا أناس نسير على خطى إلهنا، أناس نسير على محبة إلهنا، نسير بتواضع في هذا العالم؟ أيضا الغصن رمز لشخص مهم، فهل معقول بأن هذه الكرمة إن كانت متواضعة وهي رمز للتواضع أن تتحدث عن شخص مهم؟ لنرى ماذا يقول الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 49 والعدد 22، يقول: يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق الحائط. يقول الكتاب المقدس بأن يوسف كان ينجح في كل ما يفعل، وبأن الله قد أعطاه بركة عظيمة جدا. فهل حقيقة أنت تريد أن تكون مثل يوسف، وبأن يصفك الرب بأنك بكل ما تفعل تنجح في حياتك؟ هل تريد أن تكون كيوسف غصن مثمر، غصن مثمر على عين، قريب من مجاري المياه، قريب من نهر الحياة، قريب من الرب يسوع في حياتك؟ هل تريد أن تكون كغصن قد ارتفع على الحائط لكي ما يعطي ثمار جميلة؟ هل تريد أن تكون شخص، هل تريد أن تكوني شخصة مهمة في هذا العالم وفي العالم الآتي؟ الله يقول: إذا أردت أن تكون شخص مهم فعليك أن تتعلم التواضع وأن تسير مع إلهك دائما، لأن كل من وضع نفسه يرتفع وكل من رفع نفسه يتضع. ثانيا، يقول الكتاب المقدس في سفر أيوب الإصحاح 29 والأعداد 19 و20: أصلي كان منبسطا على المياه، والطل بات على أغصاني، كرامتي بقيت حديثة عندي، وقوسي تجددت في يدي. أيوب يقول بأن أصله كان منبسطا إلى المياه، كان كغصن الكرمة منبسط على المياه،
وكان الطل كان الندى يبيت على أغصانه. والندى حقيقة عندما نتحدث عن الندى نتحدث عن الشفافية، نتحدث عن الجمال، نتحدث عن المحبة، نتحدث عن التواضع، نتحدث عن الشفافية. فالله يريد من كل واحد منا لأن يكون شفافا في حياته. يريد الله منا أن نكون أبناء صالحين له. يريد الله منا أن نتعلم التواضع، نتعلم أن نكون كسيدنا. ولأنك ابن لله فأنت شخص مهم جدا، لأن الله قال كلما تواضعت فإنك سترتفع في عيني وفي أعين كثيرين. فالحقيقة تعلمنا التواضع في حياتنا. هل تعلمنا درس التواضع؟ هل تعلمنا بأننا لن نكون مهمين إلا في شخص ربنا؟ لن نكون ذات أهمية إلا عندما نعيش كما يريد منا الله أن نعيش في حياتنا. أيضا الغصن لا يوجد به حياة من ذاته، فإذا ما اقتلع الغصن يموت. فالغصن يتغذى من الكرمة، يتغذى من المصدر. ولذلك يقول الرب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 15: أثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا في هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. والحقيقة بأننا لا نستطيع أن نفعل شيء في هذه الحياة دون قوة الله التي في حياتنا. لهذا يتغنى الرسول بولس ويقول في المسيح، في المسيح صحيح، ولا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في المسيح دائما وأبدا أستطيع كل شيء، لأنه هو يقويني في حياتي. فلا يوجد في قوة نهائيا، ولا يوجد في أي واحد منا حياة، بل مصدر هذه الحياة هو الله الذي يعيش فينا. مصدر الحياة والنمو، مصدر كل شيء في حياة أي واحد فينا مصدره هو الله. فلا تتخيل إذا كنت بارع الذكاء وتتمتع بطلة جميلة ورشيق بأن هذه الرشاقة وهذا الجمال أنت مصدره. هذا الجمال مصدره هو الله، لأن الله جميل ويحب أن يرى الجمال. لهذا خلقنا الله على أجمل صورة وعلى أروع صورة. خلقنا الله لكي ما نعكس صورته، نعكس محبته، لأننا لا نستطيع أن نعيش في هذه الحياة دون محبة الله، دون الحياة التي يعطينا إياها الله في حياتنا. لا تصدق بأنك تستطيع أن تفعل أي شيء من ذاتك. الله وحده هو الذي يعطينا القوة، الله وحده هو الذي يعطينا كل ما في حياتنا من نجاحات، من ازدهار، من طول عمر. حتى محبة الناس هي انعكاس لصورة الله في حياتنا. فهل تعلمت بأنك لا تستطيع أن تعيش لذاتك لوحدك دون أن يكون الله هو مصدر لحياتك؟ ويقول أيضا بأن الغصن بحاجة للتنقية. الغصن بحاجة للتنقيب. إذا كان غصن موجود في الكرمة لا يأتي بثمر،
ماذا يفعلون به؟ يقطعونه. ويقول رب يسوع: كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. إذا يرى الله بأنك ستأتي بثمر، الله مرات يشذب ويقطع بعض الشوائب الموجودة في حياتنا حتى ما نعطي ثمر أكثر. فهل حقيقة تريد أن تعطي ثمر أكثر؟ وكلما تعطي ثمر أكثر الله سيشذب، الله سيقطع، الله سيعمل في حياتك حتى ما تعطي ثمر أكثر. فعندما يعمل الله في حياتك قد تأتي سكين وتقطع وتعمل الكثير. ويقول يسوع على لسان يوحنا الحبيب: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. الله يريد أن يشذب كثير من الأشياء، الله يريد أن ينقي أمور كثيرة في حياتنا. هذا العالم لا يحمل داخله إلا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. الله يريد أن يشذب هذه الأشياء من حياتنا، الله يريد منا أن نعيش له بالكامل. فهل أنت تعيش الله بالكامل في حياتك؟ أيضا الغصن دائما بحاجة للثبات بالكرمة. هل أنت ثابت بالكرمة؟ هل أنت ثابت في المسيح؟ أم تزعزعك أمور هذه الحياة؟ هل أنت ثابت في محبة المسيح دائما في حياتك؟ هل محبة المسيح تنعكس في كل ما تقول وتفعل؟ فيقول الرب يسوع: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. ثم يقول: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. الله يريد أن فرحه يكون في دواخلنا، الله يريد أن يرى هذا الفرح في حياتنا. الله يعلم بأن هذا الفرح لن يأتي إن لم نكن متصلين بشخصه. الله يعلم بأن هذا العالم إن قدم لنا فرح فهو فرح وقتي زائل، ولكن الفرح الذي يقدمه الله لكل واحد فينا هو فرح دائم، فرح للأبد لا ينقطع، لأن مصدره موجود إلى الأبد. الله يريد لأن تكون حياتك حياة دائما في اتصال دائم مع الأصل الأساسي لحياتك وهو الله. أيضا أنا غصن مثمر. هل حقيقة أنت غصن مثمر؟ هل ثمار الروح هي موجودة في حياتك؟ يقول الرب يسوع: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي. الله يريد أن يتمجد في حياتك عندما تكون غصن مثمر للرب. الله يريد أن تكون تلميذ له، تعكس صورته وتأتي بثمار كثيرة لهذا العالم. فالحقيقة ثمر الروح يرى الناس حلاوة هذا الثمر في حياتك. هل يروا المحبة والفرح والسلام؟ هل يروا طول الأناة؟ هل يروا اللطف والصلاح؟ هل يروا الإيمان والوداعة والتعفف في حياتك دائما؟
صلاتي أحبائي، لأن يكون كل واحد فيكم غصن مثمر للمسيح، أن يكون كل واحد فيكم غصن مثمر لله يعكس صفاته ودائم الاتصال به، ليكن كل واحد فيكم لا ينقطع عن أساس ومصدر الحياة، أن يكون كل واحد فينا غصن مثمر في الكرمة، لأننا دون الكرمة لا حياة لنا. ليت الله يثمر في حياتكم، ليت حياتكم تكون غصن مثمر دائما للرب، وليت الله يوفقكم دائما ويحفظكم ويرعاكم. آمين.